اول حاجه هو كاين تنوع في العرض صراحه ما بين السردي والبرقي، غير هو الاثمنه طالعه مقارنه مع السنه الماضيه، لان 70 درهم ديال السردي و65 ديال درهم ديال البرقي. كاين ان ملي تنعبروا دابا انا جيت انا والعائله عبرنا ثلاثه ديال الحواله، لقينا واحد فيه 66 كيلو بجاب 92000 ريال، دونك هذاك ديال 92000 ريال كان قبل السنه الماضيه كان ما تيفوش 65 64، فكاين واحد الزياده ديال 1500 درهم. فانا بصفتي زعما كمواطن تنشوف انها القدره الشرائيه ديالنا حنا بصفه عامه، انا بصفتي موظف تتجيني 1500 درهم زايده هذا العام، كثيره بزاف مقارنه مع نفس السنه الماضيه. ومن ناحيه فاش بغينا نشوفوا الاختيار الثاني هو ديال البرقي ديال 65 درهم الكيلو، عبرناه لقينا حتى هو داير 85000 ريال، دونك حتى هو من الفرق ديال 5 درهم في الكيلو، فما كاينش واحد الفرق كبير. وتتلقى ان من ناحيه النظره ومن ناحيه الكاليتي والجوده راه ديال البرقي ديال السردي احسن من البرقي، فكاين تبقى ان تتبقى الحيره وما تتكونش في المستوى القدره الشرائيه ديالنا حنا كاملين، فما ادراك بذاك المواطن البسيط اللي ما يقدش يشري بصفه عامه. لا الفرق كبير صراحه، ما نقدوش نشريو شي سلاله من غير السلاله ديال المغرب، لان هذوك في حد ذاتهم غير نظره ما تتقناش، لا من ناحيه النظره لا من ناحيه الجوده. فاحنا ولفنا على السلاله المغربيه اللي منها اللي معروفه السردي والبرقي، فما يمكنش نبدلو هذاك صراحه كما نقولوا في الاضحيه ما تيقناش. دابا كاين اللي مجرب مثلا هذاك ديال الجبل مجربها في المذاق، في المذاق في اللحم فيه، وكاين اللي كيبغي المنظر، بحال الناس ديال المدينه اكثريه كيبغوا المنظر. السردي سردي راه القلدة والزين ماشي بحال منظر ومذاق، اما الحمري كيقول لك راه سارح في الجبل، يعني تايقين فيه 100% راه راعي في الجبل، ما واكلش شي مواد اخرى من غير طبيعية. بحال بحال السردي بحال البرقي بحال بحال كناخذها، عام ناخذ السردي عام ناخذ البرقية. العام جات ثمن غالي هذا العام، لا ماشي بحال ذاك العام الاخر، حيت هذا العام على حسب العلف ولا حسب كل شيء طلع، هي فاش الغنم طلعت، ورات زادت تقريبا في الحوالي راه زادت حتى 600 درهم حتى 700 درهم، قولي 1000 درهم كاع غتكون زاد في الحوالي. انا ديما كنتقدم هنا، انا حتى هنا كنتأمن، انا ملي كنجيب ناخذ الحوالي من هنا كنلقى راحتي، حيت جهة أخرى ما كنقدرش نمشي. كنشك فيه. كنشك انا كنعرف هنا الجوده، انا ماشي نقولوا كاين الحولي مزيان، كنعرف هنا بان شحال من عام انا كنتقدم هنا تقريبا 20 عام ولا ما زيد عليه، كناخذ قبل ماشي حتى الاخر، ناخذ ونخليه كيبقى مرتاح. السردي على السردي خصك في النظره فهمتي، اما الواحد ديما واكل اللحم ديما كل شيء، وتا ديك الحمر طراس راه فات هي فيها اللحم وكل شيء، وكل وهذيك المنطقه ديال المغرب الشرقي الفوق عزيز عليهم بحال الرشيديه بحال شيء عزيز عليهم، هذا الشيء ديال الدمان ما يبغوش السردي، والمنطقه ديال الشاويه والدار البيضاء تيبغيو السردي على الزين ديالو المنظر ديالو والمنظر. اما اللحم ديما واحد الانسان واكل ولا كان حاجه شي حاجه زوينه فهمتي، عزيز هذا الشيء ياكلوا في السواد فهمتي، يمشي في السواد وينظروا في السواد. والسردي ديما تيبقى سردي، والسردي ديال سردينيا القلب مسكين والقراقره وكل شيء. وتا هنا ديال ولاد حريز تا هما راه التجربه ديالهم عندهم 40 عام ديال التجربه، تقريبا زيد واحد 500 درهم في الحولي تقريبا، كتبدا من 2500 وتطالع حتى 7000 درهم حتى 8000 درهم تقريبا. كاين الاقبال ديال حاليا ديال السردي، باقي الناس ديال البرقي باقي ما كاينين الناس ديال البرقي، ولكن الاكثريه ديال السردي اللي كيدير. السردي كيبقى على حسب العشق ديال الانسان، ياكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. والبرقيه كاينين مواليها اللي كيعرف ليها بمعنى الكلمه، كيعرف كتكون لحمه بنين وتاهي فيها الجوده. كيتقداو الناس تقريبا، راه بعنا دابا تقريبا واحد 600 ولا 700 راس.